السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. او انت طالب في احد الجامعات او بتدرس في احد الجامعات، فانت ليك الحق ان انت تاخد حساب مجاني من اوتوديسك، تقدر تجرب كل البرامج لمده سنه. كل عليك انك تدخل على الموقع اللي اسمه autodesk.com، وبعد كده education، هتلاقي education سوفت وير، هسيب لك الرابط اسفل الفيديو. تمام، تقدر ان انت بقى ايه تحمل اي حاجه انت عايزها، بس في الاول هيطلب منك اثبات ان انت طالب، يا اما ورقه من الكليه، يعني ورقه تثبت ان انت طالب في كليه وممضيه ومختومه، او الكارنيه بتاع الجامعه بيكون حديث، وساعتها انت ليك الحق في ان انت تحمل البرامج اللي انت عايزها. هتحملها وخلال يوم واحد بيرد عليك، ممكن يتاخر عليك يوم او يومين، ما تقلقش. تمام، انا رد عليا خلال يوم وقال لي خلاص انت معاك تصريح ان انت تحمل البرامج اللي انت عايزها. لو انت محاضر فانت ممكن تدخل الكلاس لاب وتقدر تضيف الطلبه اللي معاك بحيث ان هم يقدروا يحملوا الحاجات اللي هم عايزينها ل 125 طالب. تمام، دي الموضوع سهل جدا، وزي ما انت شايف كل عليك اثبات من الجامعه ان انت بتدرس في الجامعه. تمام، الجامعه مثلا القاهره، عين شمس، اي جامعه، تقدر انت تدخل البيانات وهو بيقول خلاص انت ليك الحق. فساعتها كل عليك ان انت هتيجي تقول له مثلا انا عايز البرنامج دوت، تقول له جيت برودكت وتقول له انستول، هيبدا يتسطب معاك، والايميل دوت هيبقى شغال معاك بحيث ان انت تقدر تشتغل على اي برنامج ده لمده سنه. طبعا لو السنه اللي بعديها كذلك والحاجات دي كلها، تقدر تعمل تاكيد وتبدا ان انت تشتغل عادي خالص بدون اي مشاكل خالص. دي خدمه موجوده للطلبه. كان زمان مجرد ان انت تقول لهم انت طالب بيصدقوك، دلوقتي فقدوا الثقه فيقول لك لا اثبت لنا ان انت طالب، فهات لنا الكارنيه بتاع الجامعه، هات لنا اي ورقه.